صديق اللي لدفنا جسم حامل جاء صديق اللي لدفنا جسم حامل جاء هاليوم انفقد حامل حمل مغوار هاليوم انفقد حامل حمل مغوار وصاح جبريل فخذ هذا الصدى تهدمت والله أركان الهدى. تلك اللحظة التي قالت صلوات الله وسلامه عليه بعدما نزل سيف المرادية على رأسه وهامته قال فزت ورب الكعبة. تمت السجدة الأخيرة قبل ما تكمل صلاتي لن أحس طبر صابت هامتي وختمت حياتي دمي خضب شيب وانا مسدب خطيت مماتي واهتفت فزت وربي الكعبة ما تهمني وفا. حينما كان عمرو بن ود العامري يهتف كأنه ثور هائج من يبارز ألا من مبارز رسول الله يقول من منكم يبارز هذا الكافر وأضمن له الجنة رسول الله ما قال راح يبقى حي قال أضمن له الجنة الأصحاب ساكتين فيهم الأبطال سكتوا كلما قال رسول الله من علي يقوم ينتفض أنا يا رسول الله من لهذا الكافر أنا يا رسول الله مكانك يا علي لأن رسول الله يريد أن يبين فضل علي للتاريخ وأخيرا من ينتفض علي يقول أنا يا رسول الله قال يا علي هذا عمرو قال بلى وأنا علي فداك شيعتك يا علي علي لكل نائبة علي. في خيبر في صفين في الحنين في أحد ذلك الشيطان من فوق الجبل ينادي مات رسول الله مات رسول الله بكلمة ثانية وإذا علي أمام رسول الله الفدائي الأول يضرب بالسيف حتى تحطم السيف توجه إلى رسول الله يا رسول الله سيف الفتى أو الرجل يحارب بالسيف وهذا السيف قد تحطم جبرائيل ينزل ومعه سيف وإذا بهاتف في السماء يقول لا فتى إلا علي ولا سيف إلا
ذو الفقار. هذا ردت بأمر الشمس مرتيا، هذا الطاعن برمحين قضى ورمح الشمس ما فتح منا العين، هذا الضارب بسيفي أم راسة طبرها شلون سيف البير، هذا السحق رأس الموت وبجت معلها مات المناية يدوسها ويفور ويفور، هذا النصر طايلوت وكسر جايلوت شلون يموت. كان ظلام يلف مدينة الكوفة في تلك الليلة بعد عدة حروب تعرضت لها هذه المدينة البطلة عاصمة الإسلام، وكان هناك شبح يتسلل عبر الظلام لو تفحصت في وجهه وتفرست في محياه لرأيت رجلا ضبع القامة أصلع الرأس بطينا يتهلل وجهه بذكر الله يكاد محياه يضيء ظلام الليل. ما الذي أخرج هذا الرجل في هذا الظلام وحده؟ تراه يخترق الظلام ويخترق، ولكن يوقفه أنين يخرج من داخل البيت فيقف يستمع إلى نشيد الأطفال اليتامى يدورون حول أمهم البائسة الأرملة لا تعرف ماذا تصنع بهم في ذلك الليل. زوج هذه الأرملة قد استشهد في بعض المعارك ودفع دمه وحياته ثمنا لانتصار الإسلام. الإمام يقف يخرق ذلك الظلام وذلك السكون بالسلام، السلام عليكم أهل البيت، يستأذن هذه المرأة فيدخل عندها والمرأة تستقبله شيخا قد اشتعل رأسه وكريمته شيبا لا من السن ولا من طول العمر بقدر ما هو من الأموم. الإمام يدخل هنا ويقوم بما ينبغي أن يقوم به مثل الإمام عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى الأرملة وبالنسبة لليتامى. إن هذا الموقف الذي طالما سمعناه عن الإمام علي عليه الصلاة والسلام والمواقف الشبيهة لهذا الموقف واحدة من آلاف الميزان التي تصنع شخصية هذا الإمام. يا علي لو سئلنا عن دياجير السوادي ما سواد الليل إلا ثوب حزن وحيد وادي، ومن الوحي نداء عند ذي العرش ينادي قتل اليوم علي غاله
بدا وحي هذا ملأ الكون دويا أصاب اليوم سيف البغي ليت الحاشمية. نبكي وفي أسماعنا دوي الآهات نبكي لعلي وفي قلوبنا أحزان أنا بعث من قعر السجود نبكي لعلي رثاء لأمتنا التي لا تزال بعد 1400 عام لا تعرف عليا ولا تقدر نهج علي ولا تزال تسحق تحت أقدام الجبابرة والطغاة ونقدر عليا ونحبه لحبنا العميق للإنسانية لأننا نعرف أن عليا يساوي الإنسان ونهجه يساوي الإنسانية وعمله وتضحيته إنما كانت من أجل المعذبين الذين لا يزالون. اسم علي يثير في أعماقنا حب الإنسان الذي أودعه الله في فطرة كل بشر. اسم علي يثير في قلوبنا دفينة العقل وينظف فطرة البشر. المحراب نذكر نورك الليها نذكر نورك الليها المار نذكر ليها الانظار اي تجدح ولا جلد اي يا كرار حدا